عيادتكم، بس أنا مصلاوي أريد أحكي لك معاناتنا. حبيبي تفضل. والله أهل الموصل كلهم غرقوا. والله والله نحن المواصلة البارحة ما نمنا. كل العوائل تبكي. أني أحس ولادي قدامي عم يغرقون. نحن كلتنا غرقنا. سيادتكم بس بوسة على الراس، الله يخليكم. بس عينكم على هاي الموصل. والله عينكم على هاي الموصل. احنا بالمدينه الموصل وكلتنا يعني تأذينا بالمراحل الماضيه، وهسه احنا جايين انتوا على عيننا وعلى راسنا واساتذتنا وسادتنا، وانتوا كلتكم اهلنا واخوتنا عليكم بهاي المدينه، ونطلب من عندكم بان تعتبرون هؤلاء الذين غرقوا في هذه النهر تعتبرون ضحايا شهداء وحداد على هاي المنطقه، وان تراعون اهلهم، واذا كان لديهم اطفال غرق الاب وغرقت الام ان ترعون بهؤلاء الاطفال. فاحنا نشكركم، وهاي زيارتكم لهاي المدينه، هاي انتم جايين على اهلكم، انتم عزاز. والله والله هاي المدينه نكبت وراحت، وان شاء الله تنهض ونهضت ان شاء الله، وتقف على رجليها نفس ما كانت قبل. انا احكي لكم من قلبي، فاجعة الموصل فاجعة وطن. نعم. كل العراقيين مع الموصل اليوم. هذه الفاجعة لم تأتي من فراغ، إنما نتيجة سوء إدارة، جشع، فساد وتقصير. الأخ رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بسرعة، وتنتهي من أعمالها قريبا إن شاء الله. قريبا سيكون هناك اجتماع لمجلس النواب يوم 24 بالشهر. الليلة أنا أرجع لبغداد وريكون عندنا اجتماع الرئاسات الثلاث مع الأخ رئيس الوزراء ومع الأخ رئيس مجلس النواب. وضع الموصل لا يمكن أن يستمر هكذا. الموصل يستحق منا خدمات أفضل، محاسبة المقصرين، والانتصار لذوي الضحايا. اللي طلبته إن شاء الله إن شاء الله راح يصير إن شاء الله. كنت أتمنى أن لا أأتي إلى الموصل لمواساة أهلنا في هذه الفاجعة، لكن اطمئنوا أننا معكم، اطمئنوا أنه آن الأوان للموصل وغيرها من المدن التي تعرضت إلى الإرهاب والدمار والتدمير أن تنتهي هذه المشاكل وننتصر إلى حلول لأهلها. إذا كان كنوا واثقين نحن إذا معكم. إذا كان أب وأم غرقوا وبقى طفل، من الذي يعينه إذا ما كان أنتوا الأب الأب والأخ الكبير أن تكون بهاي المدينة؟ واجبي واجب الدولة، واجب الأخ رئيس الوزراء، واجب المؤسسة التشريعية أن نقوم بكل ما هو مطلوب لإعالة هؤلاء. واجبنا. الموصل والله غرقانة، والله الناس تعبانة، والله جثث بالأيمن، والله بعد ما طالعة، والله. وانت أخلك أنا برأيي اللي ننتظر اللجنة التحقيقية، لكن يقينا هذا لم يأتي من فراغ، وأنما جزء من منظومة فيها خلل وبحاجة إلى معالجات جذرية. الفساد وسوء الإدارة والتعدد المراكز التي تؤدي إلى مثل هذه المشاكل. سيد الرئيس الموصل مهملة، الموصل مهملة، أريدكم تندارون الموصل. الموصل مهملة مهملة مهملة، أريدكم تندارون الموصل. ما حد حاسب، وكل تعرف من الجهات اللي خلفة. وصلت ديار واحد فانا هنا بالعبارة، وصلت ديار واحد فانا. فاجعت نينوى، فاجعت العالم بأسره. هسه بقت لنا الجسور تحمل أطنان الأحمال وهي على شفا حفرة وانهيار. فنطالب من سيادتكم الكريم الليلة راح يكون عندنا هذا المساء إن شاء الله، راح يكون عندنا اجتماع رئاسة الثلاثاء، وإن شاء الله محاسبة المقصرين، وأيضا إصلاحات حقيقية بسرعة. فخامة الرئيس العبارة والجسور، المسألة كل شيء، المسألة مو عبارة، العبارة هي نتاج لسكوتنا لسنتين. احنا سيد الرئيس انزل للمدينة، شوف وين صار الإعمار، شوف وين صارت الجامعات، شوف وين صارت المدارس. مقسمة بالتساوي، مقسمة على كثير فصائل، أطفالنا يعالجوا في مستشفيات لا تصلح. المسؤولين ما ساكنين بالمدينة، الناس اكو فوبيا من الموصل، الناس بدأت تهرب من الموصل. هل اليوم نشيح خايبنا ونطلع من المدينة، نترك المدينة؟ هل هذا هو الحل لأهل المدينة؟ ما بقى عندنا غير حل.